بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. سماري محمد بل أن أسكو شير تاقرين بل أن تاقرية إيكاس شئي مع ذا ريال إله ودن بغين يدن بوارد كين داف إله ودن بغين يدن بوارد كين بداف إله وقف كين يقريد أنها كل من إله سماري مديه إله قلوب تود أنت هذا سنة سويح إش إله شرط هذا كله دبال شرط هذا مدبر إسعر كيس إله كله دبال إله كله حجاب إله إيمانك كسك إسلام قول أن إيمانك الله كسو هو ذو الله تسو وكله ذاتين الله مدايو الشر يا شيطان الله كحجاب قاسة أن أردوغان الله قوي عدو بضم بس هيان الله قوي نكاس قال إيه إسلام بقى الله كقفت شرط وضع وحوي الصوماليين الله مدايه إيمانك الله كسوه دان تاني مثل حدا إنه كوه قرت الله نقرده كوه إسعافيه وإسو التناسله وإسو دلقاته وإسو صبره وإسو حريريه ومذوبه وعدو ميل وسوه ذي شيسته إلهي هم نقرده عدو تنمده إيه عقده إيه حاسد نمده أن أسو خينه إلهي هم نقدح قاضو لحدي أنها كقاضو إلهي مسلحة قير قفتة إيا تشعير إيا ودتشير لحدي أنها هرنقو إيا والالت النمو وارتة إلهي وحان كبر إيا من نمو وارتة من صومالي لحدي أنها هرنقو إلهي الأولاد دي إيا كوا إلا لدونا إيا مستقبل كوا كوا النبض إيا من نمو كوا دان والاد الله هرنقو إنت حد الإبكا مارك تاينقو ودو أو سيدا حون أحكو مراه أما كو يمد أو تشغوينك أما كو فوري أما هقانك كو قبصدي وأنا ما أردت أي الغالب يجي ماشي الغال قادم من كده عالم هيرن ومسرح كلا أنا أركنه ومسرح هذا ذلك يدك أنا أركنه إلهي وحن كبر يا إنه تصخ نور كاس إنه يدك هذا يبقى كده أيام ودنا حق أركا وما ده هو أذيع هيان أي ما أردت أي أركان خلط كاس يوم ما أردت أي يبقى أي مدة سومالي مرك أقول سنة أيام يداو عي أقول سنة إم بدن إلهي أيدنا هات تصخ حق الله تصخ شرط هذا يشرط كلام الله ذلك إذا كان واقع بتيه دولة دبا ولا ليالو برسول وهذا سول وهذا سامح ويا وأنا وأنا بروح أسكح هذا الله الله سامي الله كلام النقال سكر الله يقال سكر الله ياله لا قرن ما هي علم هذا ريال وأن حسوسين وحن ما أنت شيء هذا يكون شره على الشيء هذا كمانكم معلو البعض الشيء هذا لكن وأنا أنا وحي وأنا أنا كدالين oo aan isxasuusina oo aan si joogta ah hawsha u wadna oo awa halgan halganki aswaa afka noqoyaya iyo adinka noqoyayaaba iyo siyaasada noqoyaya iyo xaqoriga noqoyaya mid ku noqdaba waa inaan loo kala xarin oo hawshaas aad iyo aad iyo aad loo wado oo aanan ka habsamin marka halkan waxa jira waxyaabo badan baan ugu intaan ka gaaro insha Allah ta'ala ayaan intaan ka gaaray insha Allah ta taaban doona wax yar baan maqalka kari ma intaan yar baan la joogayaa hadii Ilaahay yiraahdo intaan awoodo hadii Ilaahay idmo marka soo dhawaada umada Soomaaliyeed soo dhawaada group kan ku jeer garaya bulikaad nabad iyo nolol ku tuur halka Soomaali weyn inuu Soomaali waxa soo dhaw ku tuur soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu walaashin hinda abdu waaye meeshaan coronavirus wixii loo oran jiray covid 19 loogu walqalay waa coronavirus waa loo walqalay covid 19 baa loogu walqalay magac loo caawin jiray markii hore kugu dhaga oo iska laynaas noqdo marka dambe laakiin iyo mid lagu walqalo oo registerka lagu qoro marka covid 19 ma registerka lagu qoran laakiin waxa maartay magaciisa rasmi ah uu ku soo baxay naynaasti oo markuu mar soo baxay markii magacbu naynaasa ayuu waa bariyo kala qofka duu subaxii dhasho kala soo ku magacaawdo waa sidoo kale marka coronavirus naynaasti soo waye covid 19 baa la yiraahdaa ninka yar asaga ah magaalada aan deganahay waa qasaya ilaahay waxaan ka baryayna inuu naga nabadgeliyo oo ilaahay naga sakhro waa nugu jira magaaladeena walaal siyaal Washington xoog buu ugu jira intii dhowr bari saddex bari ka hor waxaan maqlay ilaa bari ka hor maqa waxay ilaa sagaal qof waa u dhimatay dadka jilicsan ama xanuunada qabay ama waayeelka u badnaa marka aad iyo aad ayaa hadda magaalada ugu jira Allah naga sakhro shartiisa Allah na mootiyo
إلهي أنت هم نغسمه إلهي إنما سو قاسي إلهي أنا قبل بادي إلهي وحب موايو حب موايو ويا إلهي أنا قبل بادي شو مركا والبر إيكاتش إلما أي الرجال وحي إيكاتي ما بقى أركي لغني والله غني مركا سوال وادا سول وهذا كل من سول وهذا لو رمض بن ماشان كتابنا الناح وحسكنا هاي الناح هذا ما هو كأركي ما تشو سو صغر هذا صغر هذا كأركي هاي هذا صغر ها هذا صغر اختهيم بقصا نوع ما عمل بيبحر ما بيبفر ما هو وراي هاي هاي مركز سول وهذا مد الصومالي ما شاء الله صحن من سول وهذا بقول يستنى بدي نقولها أمور سول وهذا هذا صغر كليسان صغر وكاسة فيه صوص على حبيب بيان ماشي هلا شيء شر قري واسك قبل لعه وحروه أنت مخرب أنك سو بيان إن شاء الله أنا صوص قرأ ونسي وذهوشة مركا كان دورة ريموت بره بين أنك سو ما رتى واسك بلعبنا إن دمان تين وأكو سلام من عدي دم عن مركا دمان وحن هل كان دور قلب بره بين أنك تعبنا وأنا معنا اسفهم سينه وحتى روح يا بدر مرن حبابسة هذا النقطة مرن فاحل ما أنت سو الوالد هذا الكسيد اللورد هي لفت جسم مرن حبابسة مركا مغلو هذا أريد كوالا روا هذا قال كوالا روا إن كان لو إذا ما درا وشة ومحيطه ممس كان يام بام سوى صومالي وحنقنا عيدا كو عيدا ويا وادل كيسة عيدا شخصي معهن عيدا ما من المركة تشوفنا وأذيعا معهن وعيدا وأذيعا دلك صومالي يومد صومالي وأذيعا ما من كويس بدلا يا حكومة كويس بدلا يسا متبع إمارس متبع إمارس حتى حتى عن كسر على ويلك نجح صوره ويد مع هبر معن حتى أنك سوق على ويل كمل حوينها دلال كتاعن عبد الله فرماشو دلال كتاعن حسن شيخ لكسو تاعن أي هبلو شيخ شريف لكسو تاعن هبر معن قروح أبو أبو سلام إنه شيخ شريف كسو تاعن أنا ملاين يا حسن شيخ وان هو إنه دلال كتاعن ما أنت فرماشو كتاعن شخص اللي سمعها سو هذا معترى إذا عبادني محاولين إنك يكون سوى عليك إذا كرس إنك إذا قرر لي هذا وأنك معنا الدولة كست ما هو كستو كست دلك يسوي شقينا يا أتاعم هرت عن استتعاف هم مارك إذا كترى وشتو مكان يوش قيان مسوا سومالي صادق كل جزء الوالد كل جزء معنا سوا الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي ما أنتي السلام عليكم مارك عارف أنا فهمنه إذا كترى وشتو مع إذا سوماليات ما مسوا إذا ما مل دعيو أذيع رج ما مله دعيو ما مل كودي دعيو وهذا إذا بقى قنصرين أيوه ماشي حوك يكتشوا رئيس إمامة كورة ومحيطه إلى مرة ومرة ولا شقين لله لا قنصية ما أمل كسيك استباق فول لا قنصية ولا رسو شقين أيوه مرة وما أمل أن مركا سيسحة أدعين وأن لا يسكو وافقين مركا ما أمل كهذا تشوف الله لا يسكو وافقين سيدي مارة تلفيلة ينا أمر دي عنده رسالة تاسي وحي كانت إنه ما أمل أن لا قنصية وماشا كتشرو ودو ملحوين اتكام مقعوضي سيك استباق مركا ها هاتي إذا ما راح كسر رأيي أحمد مدوبة حق بقول إنه كرسي وكله هو سك استها كوني ماذا عدك استانا حقوها يسوق لكن إذا كسر مايل حقي هذا واجبه صارنا ما واحد وش قاين أحمد مدوبة يا كرم وأنت فكري كار كف فكري أسوق نفسي سك دفاعي ولا أما حبس قل أنت الحبس قل أما دماء أما مع أما عضو واحد دل منك هالك هتاعن ميا يقوم مس معناه مسؤول ده هالك ميا دفاعيا مس خلنا نسوا عليه بدفاعيا وهذا واحد لحظة يا حبيب سؤال وهذا قريها الستة واسكون مقعاوي عيدا كتشبلان ومرة له واحد نقص واحد قبت الدولاد الدحى متى كلام عقل سليم كان مركو شقيني بل كان وقال كلا جوجوي سوماليا قبل بالدولاد جوري هلا قد يجي قبل رأي مارت تقريبا أوكي يعني واحد عن شقيني لو يبعت ضاضة يلقوه ضاضة يك كلام مقران شو هذا يو كش كل معناه واحد كم بيز جريزم دستور كم بيز جريزم قاقب يا قبيالد يا قبر رئيسي وقبر الرئيس كيو من حبنا يا دولة يا ريال ما قبل يسوي كوب بس جريسية ومن قبل متكو كنا وحلي حروح حرير كانوا جوي مركز الواحد رئيس وقبطان أنا أقول حرير كان جوي ما أنت مح الله فرماش ومن حوالي ذاك الصومالي هذا يرئيس الوزاري على خير كم تيجي كلام ما أنت كسماني ولكن كمان نبع حقوق هيسنا مركز ذاك عسي نك على حقيقة حقوق حقوق كوكينا ولا يسوي دنا حقيقة وادا سكتشرته حقوق حقيقة كوكينا حجابه كهيل تحجابه كجوز هيستا وحكا جوز هيستا كين سبته كين مرك عندك الجوجوي أيه لك تبوين كحسابته بس قلبه ما يلبي هنقول وقتري
لكن يوكل سواء ما دام بدنا كاس سوحي جو بروق صور كيو بدنا يروح هنا لوسي يعني هل كاس يوكل سكو مرة سكو عبرون هل كاس كم ها هل كاس كل حساب تبيه يعني هل كاس كم رفع عاد دونا وقبل تأيبو أي والله قوان حتى هل كاس مركز شرتي إلى هاي هرت أمدي سسرة أبحية قال كي الإسلام سرة أبحية كان واحد دول ما كان دول ما يلا سرة أبحية سرة أول وردية سنية وحام ما أنت سومالي إلى هاي أوكراني دولة شرفت هذه كرامة يا دشوع عشتي تبر ماشي ترتاح تحل أكاتو تبر أنت ترتاح قعدتو هاي لا تهبط ناتو لكن دولة هاي كل سومالي نمو سمعت سومالي نمو ما أنت إن كان يلقى عباد أرض مسؤول وين إن سومالي ما أنت يلقى عباد الله يوانا الجزء حد دبي وحي إيتها بشارة يا رين رين صدق صار كده بشارة يا رين رين يفرح بإيتها قف قصة الضمير الأسومالي لو قطعي مركو ولا سوفر قليل يا جماعة ولا بفرعي الوهم من قليل مع مدرح ما أنت هدي تاغي سؤال سوفر قليل وإله مهدي كان عم سؤال ويد معن وأن معين كإله يبحيه أي هرت كم تاي مركو الشعب كسومالي بره ما أنا يفهم أنا أفهم منه إذا من الصومالي سكون مع عبد دراويشة ما إذا الصومالي يتبع مش هو إذا معمول دعي أو كيان ده بدك كل كرة ترى ليش شيء وأذيع بقى حتى إذا هو أذيع يعني مثلا ده هو ده قالوا مين حتى إذا سومالي يدينه سومالي هكو إذا كان هو يبغى الدولة بده أو دولة بده حياة كم مسؤول ذلك أيام محل لون ليه هاي وعم حسابات لون ليه دولة بده حام سوفر جلسي يا فرق جليل لها واقص سلام كيان قالكم إذا فرق جليل هاي إذا ما رتاي كم فرق جليل هاي يا ده أمار تاي أي وحكاه مثلا الدولة ده وقع وأيوه لا يسوي ديني وأي يا الدولة ده أنا مكاه حتى اللي ما نقول ما بالقبلات بانه عند الدولة ده وقع يهوست على واقع ما إلى أصل كير هذا نتوما لي كتر سنة أكشن كر أي كيان يا علويين هرت اسمه جليزو وما حد يسقادر مني حتى إذا قال ما يان تلك ده زي ما كنت قال ما أما هل قعد كذا ما هاد كذا لكن يا إلي كي الدولة لقى لو حكوش يعني عند الدولة كوده عند أي كنت يرسين يا كو يا كوش يا جيسا عند أي كو وحد دبلة ولا قال يعني معنا وحد كوش أنا ماشي أي كنت يرسين كي هذا يتندر كان إنه دعوة بابطة كنت لقري وهذا وهذا اللي رسوا قاري وحد يلا ورا نغى ذيك مالين أسبوع العرس هذا ما ربح يا كو في الله هاي لكن هو يلا برت برت على هي برت عرنا يا مرت أي كو عرنا سو كي يلا كنت ما كعرتان لما لا نعوى حد يمر يواصل مالي ما كرت على ما كرت على سكت شوي ليه عوجنا شعبكم من بير ما أنت إمرأة يواصل مالي كوا برحة وكل إمرأة يواصل مالي do they care no ما كرت على أفكا أم بس كل اللي هني واحد دي إكران واحد كل دي إكران أم بينوكل وضع الموجي أو واحد ما أنت سؤال واحد شر قرية الدنيا كل اللي سؤال واحد ولا اللي يحفظ مرك واحد وشاتك يا هاي هل هل إذا مثلا مكر يا كل إذا مثلا واحد ولا سلام سؤال واحد مرك وشاتك كده بيا وحية لف أبو ذا يجا لسكتبيه سومالي يا رب لسكتبيه والله برتي ولا فهمي انت عشان صار بقى يلا اسمه اسكت شبريه وانا وواحد اسكبر طيبوي رحم الروح وكحمة انا تسكنبت كتشوي قوي لما كان يلقوا بلو قريب حاهو ريا هل تعالس وكلام كسينا يا ابن استاب واحد كتشرتي اذا قلت هذا يكون انفع ذا اذا قلت هذا سي انفعنا هبرير حربة اوتاي انا تسكتبته هذا ما كان ورك سي ودو سو ودو سي ودو وحين غلسة وانكو بلوغي هرنا وكو بلوغي هذا وانكو قوب علمية وكبري يا سكت جوجي إذا جيت أنت كون فعلا ديك الله حق بعض الله أنا تفت لكن أي أفلقادو كوم فرنا مرك قفك أي أفلقادو ولا سكبح لبعت ما قبت ذي محابك كوك كل فين مرك عيد ما ندرى وش ده هدي عيد الصومالية الصومالية شو قلها هاي الصومالية وحسبوا خبطة ويزدشة هاي زدشة هكلا أتكلم that's fine لكن كي واحد ما ده ولا قرين ده من كي كود دابين كي وشقيان صومالي وشقيان تحسين هو مد تصا عد أو بناك طالع مرك ويلك قرب تاجر كان يوم مار تاجر محموسي يا أحمد مدام وش قيرة يو ولا هو هذا كبح هذا يقول وش قيرة زي أبرر لكن هالشيء قال إيدن صومالي إيدن كترى وش تنا هشكون مجا عابد مجا عسنا أنا جا حدا أسكلا ناي نوما أديتان وأنا أنا جا نوما أديتان ما أنا كيان وأديتان يمين مامل كدامن كيان إلى دو أديتان حق ما مر إن كيرنو فاهم ودي كل سؤال واحد إذا كم يرنو شعب كأنا قاع أنا قاعد نوع ذي جيسين أما النوع ذي هو ولش جذي النقطة وصومر عيدن عيدن كخرج كصوبيرة ودن كعيدن كخرج يدل كصومر يصومر وحدود النقطة كصومر أما هذا كيان كده ده كله كله وحين ماشي محيطه برنو على غيابه
dawladdu ma heshiisan banaanka la idin soo dhigo waa hal la idin soo qabto macada la idin soo saaro maxaad ku dhibateen marka nimankan maamulka haystaa hadduu janan yahay iyo hadduu maaragtay yahay axmed madoobe iyo nimanka ushooda meel bay ka go-an tahay laakiin idinku xaggee kaga waa niman criminal aho dembiyo shacabkooda ka galay oo ummada dacweyn doonaan makhaasoolwad oo ummad shacaba maxkamada saarayaad arki doontaan dhalinyarada soomaaliyeed oo hortaagan oo difaacayo daba taagan maxaa ku dhibatay idinku bal xaggee laydin raacay idinku xaggee raacsantihiin waxaan halkaa kala hadlayaa dhalinyarada soomaaliyeed oo macayto sheeganayso daraawiishta jubbaland kuwaa la dagaalama waa daraawiisha jubbaland oo kale ayaga laftigooda waa reer jubbaland reer barad xaawaa isla dagaal waa reer jubbaland waxoo dhan waa reer jubbaland xuduudana dowladda dhex xaq bay u leedahay inay xirato ayadaa dadka ka talisa waana waajib in waddankeena xuduuddan iska furan oo hargareenka ah oo ciddii rabtaa gasho ciddii ka soo baxdaa waa in lasoo xiraa dowladdu soo xirtaa waajib wey absolutely waajib wey taa marka xuduudda waa lagu soo dilay yaa kugu soo dilay maalinka intaasay ariga iyo maarta waxraha iyo xaaska iyo dadka inaga laydaysay kenya diyaaradooda shacabkeena soomaali markay laynayeen reer jubbaland dadka nimanka maamulkow ma laydinka maqlay waana lagu soo duulayo kiya nagu soo budushayo shacabka iyagii baa la duqayo weligay ma laydinka maqlay inaad kenyaan u shaqaynaysa waxaas baan idiin cadaynayaano weliba dhalinyarada daba socotaan u cadaynaya ood qodol ku daafacaysay baan idiin cadaynaya ilaahay baan idinku dhaarshay weligiin maamulkaasoo inta meel soo istaagay oo war saxaafadaad qabtay tabari waa meesheeda afka waa waahiile yiri macnaha shacabka iyagii baa kenya kusoo xadgudubtay anteerooyinkay dhaqaalahaygii bay la dagaalaysa burburinaysaa dadkayga bay laysay diyaaraday noo adeegsatay arigi iyo xoolihiba xataa naga xasuuqday weligeen idigu ma aragteen ilaa gar waa loo islaan gar waa loo islaan ma aragteen hadday soomaali yihiin halkaasay ka dhiidhihi lahayd hadday soomaali yihiin kuwaasay ka hadli lahaayeen dhibkooday ka hadli lahaayeen maya afkay biyaha ku haystaan raggaasay la shaqaystaan waa iska dhiga waa soomaalina waa iska dhigayaan umana adeegayaan soomaali bay nimankaa iska dhigayaan oo sheegtaan laakiin cadow bay u adeegaan shisheeyay u adeegaan waxay kenyaan bay u adeegaan ee haku dabaluminina anugu intaasaa idiin sheegaya wiilasha ciidankaayo raggaa daba taagano anugu intaasaa idiin sheegayaa qoladaa doontaan ahaada ee soomaaliyeedo taas waxaa weeye hawshii jubbaland oo maaragtay sheegashada ahayd laakiin nimanka kenya u adeegahay ciidanka soomaaliyeed gorgor iyo haraagcad iyo danab iyo meel ay joogaanba horta allaha karaameeyo guushana goobta istaagaanba guusha allaha siiyo way helayaan waxaan idiin sheegaynaa xoog baa laydinkaga saaraya haddaana wiilashaaso waxaan ka waantooba oo kasoo hara wiilasha soomaaliyeedo kasoo hara nimankaas dambiilayaasha ah oo og inay beri meelay ku gabadaan aysan helayn kasoo hara yaa idin duubsan hadday beri wax ahaan jireen maanta wax ma ahane ogaada hadday beri wax laga haybaysan jireen maanta lagama haybaysanayo ogaada hadday beri xoog lahaan jireen maanta xoog ma lahaane ogaada dowladaha isku halayn jireen dowlad baa usoo baxday ciidamada isku halayn jireen ciidamaa usoo baxay maasha allah tabaarak marka hadde maxaad ku halaynaysaan maxaad ku dhibanaysaan wiilashaasu maxaad ku gablanteen maxaad cilmiinna ku agoontumayseen maxaad waalidkiin ku gablamiseen maxaad aakhara ku aadeen maxaad ku curyaanteen caawo haddaad intaas amaad dhimataan amaad curyaantaan ii sheega sabab laydin xusi mahayo macna malahidin ma laydin sheegsheegayo waa kuwa qabiila ku dhammaadoo kale wax sheegsheegaya ma aragteen kuwa intaasoo kunba qabiil looga dhammaatay intaasoo agoonaha joogta intaasoo curyaanaha joogta wax nabad sheegsheegaya iyo wax karaameynaya arkay waa maya ciidan qaran sharaf qaran haddaada ku dhibin wax ku karaameynaya male waxala waxaa adduunka ka taana aakhirana cadaab baa kuu dheer adduunkana magac xumo aad uga dhimanaysaa iyo karaamo xumo iyo xusid la-aan laakiin haddaad maanta ciidanka qaranka qalabka sida soomaaliyeed oo aad dalkaaga dadkaaga difaacaysid aakhirana ilaahay baa kuu naxariisanaya adduunyadana magac baa ku leedahay waa jirkaagi baa dhuuntay laakiin magacaagu waa joogaya xuskaagu waa taagnaanaya waa lagu sharfayaa magacaagu dhiman mahayo marka wiilka heli kara intaas muxuu magac la-aan soddon sale looga baabi'eenay muxuu kusii falayaa oo kasii dugsanayaa taas waa caqli xumo waa kalsooni xumo idin haysata ka soo hara qabyaalad kii ku raaco baad qaldantahay kasoo hara kii ku raaco dhuun iyo shalay uu nimankan waxaayeen maanta wax ma ahan oo xuuxdii hore aad ka baqayseen ma aha nimankan taasaa idiin sheegayaa cawoodi lahaan jireen iyo cabsida aad ka qabteen iyo meeshaad ku ogeydeen nimankani maanta ma taagna kasoo hara kasoo hara oo kasoo hara intaasaan iduga sii gudbaya waxaan arkahay waxaa lahay nimanka imaaraadba waxay u dirtay diyaarad maxayto meeshii china oo wuhan lalahay uu ka dilaacay maxayto cudurku oo waxay soo qaadaa la yidhi
dadki jaamacadda carabta dalalka jaamacadda carabta ka tirsanaa dadkoodii bay soo gurtay, Soomaali bay ka soo tagtay, xataa Puntland iyo Imaaraad iyo Soomaaliland ma ka soo tagtay baa yidhi dadka kaleba yeelkoodii waa ka soo tagtaaliyin Soomaaliya dhanba maba ay soo qaadinba. War ma nagu ciyaaraysaan baa mise waa been? Ma nimankii maaragtay dalka u caqaqabtay oo noloshay maxay tahay Soomaaliya geed dheer iyo good gaabanba u furay inay Imaaraad ulga qabtaan oo meel keenay miyaa laga soo tagay dadkoodana xataa la oran waryaa reer Puntland waryaa maaragtay Soomaaliland lama oran miya lama oran baaliye baladu taa ka waran marka wallaahi billaahi saa soo dhawaan adduunka marka wali waxaan baran laanahay hal shilin adduunka inaan ka nahay haday carab tahay iyo haday cajab tahay iyo haday reer galbeed tahay iyo haday kuwandariska tahay iyo hal shilin Itoobiya kay kulli hal shilin baana Soomaali baana magacyadan isu bixinayna adduunku loomana yaqaan umana tirsana macnana kama lihin hal Soomaali baan ka nahdaase waa laga soo dhaqaaqay halka horta halkaa ku quusteen aw wiilashii maartay maxay ahto horjoogayaashii reer Puntland iyo horjoogayaashii mar Soomaaliland ayaa jawaabtaas ka rabnaa sababta ay uga soo tageen hadda Soomaaliland kala ka soo tageen laakiin Puntlandrkii iyo Soomaalilandrkii sababta looga soo tagay oo badaha iyo airborrada iyadina loo siiyey horta meeshaas inay lagu kala baxay baad garanaysaan waa aad baan uga xumahay marka isku soo wada duub cid raacda gumaysi aakhirka meel xun bay horta ku dambeeyaan shacabka Soomaalina wuu israaciya meel alla meelu joogaba waa israaciya wuuna isu tanaasuli doonaa wuuna insha allahu tacaala wuuna midoobayaa haddana waa mid shacabku waa mid meelay joogaan hadday Soomaaliland joogaan iyo hadday Puntland joogaan iyo hadday Jubbaland joogaan iyo hadday Koonfur Galbeed joogaan iyo hadday Galmudug joogaan iyo hadday Hirshabeelle joogaan iyo hadday Banaadir joogaan wallahi shacabku waa mid oo Soomaalinimo ay doonayaan farxii dhammaan soo dhawaada oo Soomaalinimo ay doonayaan oo midnimo ay doonayaan oo dowladnimo ay doonayaan oo horumar bay doonayaan oo sharaf iyo cirdi bay doonayaan yaasid kala haya oo sabdan sana kala qoqob ku kala hayay niman dambiilayaal oo ashaysheeya u adeega oo maxaa kooxa ah oo ganacsata leh oo balaayo xoog batay oo sabdan sana halka wax biilanayay oo burcada horta isna helay haddaan shacabkiinahay annagiina waa bislaanay shacabki inta baqay oo bislaaday buu hayuub haryuub haryuub wax dhoofay oo iska tahriibay iyo wax sidaa raalli ku noqday baa noqonay maya waa dhihi kari weyne haddaad moodaa in wax yar lasoo noolaanayo wax yar in lasoo noolaanayo wiil baaga wuxuu leeyahy nabar iyo naxrin waa kuu geli doonaa ii kari cabdiraxiim cabdishakuur baa war fiican ka hayaa aad iyo mid waad waliba u wanaagsan ma gartaa ka bixin miyo maxaad cumar waa ka bixin ha ka bixin meesha war fiican baa kaasiin doonaaye marka ujeedku waxa weeye shacabku meelay joogaanba waa shacab Soomaaliyeed wayna israbaan wayna isjecelyihiin wayna isla dhasheen wayna islaleen mar kala maarmaan dad baa sakhadad noo digay tikree baa noo qanyalay waa nala kala xirxiray niman horgolaaha tuuga ah oo maxay tantaa sida cadka ee quurad ay loo tuuro his qaba la yidhaahdo amar lagu siiyo siday la rabo inay tigreega say u rabaan inay noo maamulaan ayaana loogu maamulay naloogu dhiibay kuwii baa marka hadda jahaad lagula jiraa jahaad sidii dalka looga qaban lahaa oo dadka iyo dalkan bal dib laysugu soo celin lahaa oo laysugu soo aruurin lahaa horta dagaalkeed lagu jiraa dagaalkeed dagaal adag baana lagu jiraa shacabka waxaa laga doonayaa inay sida ugu dhaqsaa oo si macnaha buuxda oo wadajir ah loo maartay loola maxayto ee dowladda loo garbistaago oo dalkan isu soo celintiisii looga wada shaqeeyo oo gurubka kala hayo oo ma shisheeyaha u shaqeynayaba aan gees inta uga soo wada jeedona aan hangool fallaaro leh inaan isaga qabanno oo gacan bir aanaan dowladda ku fiirsan dowladda haddaad maqashaan waa shacabka dowladdu waa hadal maamulku waa xukuumadda waa ku hagaysaa laakiin xoogga la isticmaalayo iyo awoodu waa shacabka awoodiyo shacab ay ahay colaad aacya iska daya waa kaasoo tagtay Imaaraad waa idinka soo tagtay aacaa looga rabo orda Imaaraad waa maxaad nooga soo tagtay haddaan Puntland iyo Soomaalilandrna orda ku dheh nimankii ninka gafuurka dheera orda u sheeg iyo nimankii maxay tahay horjoogayaashiinaha maxay mid baa xusay wuxuu kacayaa Puntlandrkaas qaar xanuunsanayaan oo Soomaalilandrkaas xanuunsanayaan oo khaladaad kale sheegayay ku xanuunsanayaan waxay iska jeclaan loo iska waa xanuun isaga dhacay Soomaaliya dhibaato mare hore uu isaga soo saaxiibayaa marka nimankii Imaaraad ahaa inay ka soo tageen Soomaali aan la kala saarin Wuhan uga soo tageen meeshii cudur ka dilacay baan idiin sheegayaa waxa la wixii jaamacadda carab ku jiro kala dowladii kalena dadkoodii lasoo qaado lasaadaad gurayay marka taasina
وحين السيلي صح علامة صح سيجنال صح حدين ده هين فرنين وي وأنا معنا مسكح له مش قيمة سو أي سد من إلا قدام بين مال مسكح ده كله بدار لجنب وحين وقتها والله أي سو دقاقي ومسكح ده متى بنا وشرا فريز مال بيكون فريز جرود أما قبيال بيكون فريز جرودي أما قبلايسي بيكون فريز كفريز جرودي أما قفت عليسي بيكون فريز جرودي مال بيكون يستحق ده بين مال كده يستحق أو كم إذا انتقل فلان تبغى واحد قال هاي واحد صار بحاجة وده بلا ما أعرفه وما قرأته تعمرك تعسل وامد وتأهل لو قاعد إن عندوك سكوميت قلنا هاي إن عن هالشين كنا هاي ما قاعد عن سبي حناي يا واحد سون قارنه يا قاقب كان سكو حينه يا أنا إذا نأكل أقول إن نأكل نلوك نأكل دور سنين وأنا نأكل شيء علي قلت تعال فهم أنت وامه وحنا شرف يا ماموس ما أمانت إن كي ترى الصومالي مزوفر جلسي وحن كلها حتى أنك جوابي يا ربعنا أنك جوابي جواب بروح بحيي منك لي موسى أكتر مصطفى أكتر مدحونها كل سومالي قلبين خير بدل الله سيو من سومالي وهي سومالي مدو كوي انتهي معناه هن سومالي اللي هن قبيل ملا وهن سومالي اللي وان وح اندوني انه اللي يدرك سومالي وحن كدوني انه هن سومالي يدني يوشا لكن هن قبيل هن قبل اللي وانين عرير وي نين ميل قارة معها ورقين ميل مقارة يقف كاس لكن قفكم مركو هن سومالي اللي يهي قف كاس ايا هير دو يدر تاريخ ده ميل في عن كده حلاح ومد الصوماليين هو قام في عن النقطة وح في عن أقبتها وأسو صارة مارك مستفع أكتر ما أنت أبي أحمد وح حسايا اللي يري أو ما رتاي وحسايا أسكرتي توبيان كهاي سبع سبع كل ما تي وعكرا ما رت أمها العليلي تقع دولبي كان تقع كلاقة بقاتي وصومالي لا تشوي سيدا ما رتاي كوبا ناس ديريو ما هي تو نمك الأورنج يمن تيو تو يمن قاعبيو تو قداس صرع هذا حلف الله أيوة ما أنت أمه العلمي وحرف حسي أسكرت عسينا مارتا هيرو يا هاي فمستفى وأوتش وابي هيرو وح أهبي نكى جميس أسكت القادة هي نمانك حق دير كها وجميس قال لا تقال لما إلى جميس كحر وبن قلت قاس هيرو تعلنا إلى فر لابس أباهم أنا قل كات قاس تعل تعل حس أبي سينا بير تاريخ من هذا ما لكش يا كم باب بينكر وان رون تاريخ هذا أدوه هذا الشيء وعدك شيء غير سماه تاريخ ده وعي حنته وعي تاريخ ده حنته مرك قفك يراه ذو مارتاي ريه بليو ريه ببر ريه بالكف يا عم تاسع وقول تاريخ ده وقول حن ولا غدو أنت وامد داس لكن مرك تاريخ ده تاي سومالي لمو أو يراه قفك سومالي جا يس سومالي بس شرف له سومالي جا حسد مثلا تاسع وروح مثلا تاريخ ده من تاني وامد داس وقفك وحر يا بيسا مرك مستفع كتر ما أنت توافي عم بوسيي أبي أحمد أبي أحمد توافي عم بلسي أبي أحمد وتوبيان سكوت والله دول محارم بودوا الله كله وتوبيان توبيان وتوبيان تاريخ دول وأمير بيوقفوا أنتها لما كنت تقرأ هايو توقت هايو أنا كنا بعبع شيء وأن برتين قلت لا عماش أنا لقيت تعبت صومالي برتين كواسي ما حسيت جرين ما تصير الشيء هاي لكن توبيان كنت أبتهاي بأسوق النقطة سببته أه أنا قال دم بعد لو قلت شرته تعسوا إنه في عنده أدبر أمه العلمية أدبر أمه العلمية إنه مارتا إنه حسوسيان سببته أنا قال ويلسن الهيرو وقاه وكل ما ضي مارتا يحرني ما دون كتومالك البيت وقميس قال إسكت الغالان كل ما ضي أنا قلت تعس أنا تلوي ورسينا كواس أنا عقدت أنا حس كمدر وأنا سيد الله بعي إنه حسوسيان إنه حسوسيان وأنا كم هتصي يا أبي أحمد أدو الله حسوسي وأنا كم هتصي أدي أك، لكن أنا تكره وأنا قاعد كاتي، سببته تكره، بواحد نجار سيسي، واحد تكره نجار سيسي، ويركي حق الدر كها، أو لفتها، أو سومالي قربت كها، أو جميس قال لي قال لي، إنا النوت تستو، كح قولي ستة، أو الشباب أكره، أو ده محيط اللي بديده، أو ما رك لا جن عصده، إنا تعسي نجار سيسي، هل كاسين نجار سيسي تكره، تكره هل كاسين نجار سيسي. دستور كان سومالي ما أنت إلا دستور قال واحد قد بي وأكون تكريم مرة وباهن مرة دورين وأنا اللي لقى دقة وأنا اللي لقى تورا وأنا اللي دافع وأنا اللي جوبا كعزوي دستور سومالي ما حتى ريم وأنا لو سمية مركب ما أنت ويلش سومالي روح على الجاري تكريم وحين نجار سيسي إن عن لقى بيع مشترى ويلش سومالي إيه حق دركها أصلا رشوا ذا يجي أبوه يا وجود بجميس قال الدجال تري أو خانها ويشي أو دور كأوكرين إن الجميس يسكتوا قادم بواحد إن لقاسية صدق كسره
إن لقيرا يجي لقى بيع مشتره ما فهمت أو نيك الصومالي قال أو بطلع لقى دوفيو أو الصومالي لقى لقى دوفيو أو قال مثل لقى دوفيو أو مقدشو لقى دوفيو أو الكسائي لقى دوفيو أو ملك استوى لقى دوفيو أو النقدان بقى أشوف سؤال وان وابد دائما بيجي نقدام ودائما كان نقدام صومالي هل كاس تكري سياسة تكري بان كارسيسي خرج الصومالي أو ما أنت لا تشهاريو أو ما أنت الشيء قال أما مرح هذا حشيتين أما ما أنت سدون تبيع وتقرأه أهم ترى ولا نقول احتراها هذا كواسة أنا تجمع مشتري ترى ولا شخص هل كاسة أنا لجارسيجي ما كانوا ما أنت أبي يراهدو تبيع كيف حصو كوا أنا ويراهدو وحي هاي إن شاء الله نقدر نرجع حق درب صدو شيء ألا لا قربة يا حي قرتي سوي قرتي سوي لكن أم سو قرر إنه نحسوسي أنا قال يرينه ما يرينه ما رك يرينه تاتوسين تي تبيع كا يتقرأ هاي يا مافيا دي يا كوا جمايسك وش قيل قارنا ولي نوتشوه ولي نوتشوه دفني قاربا ولي نوتشوه ما ده بيقول لهم قاركون نوي قاربا ما ده نوع قبل الله الصوماليان هيستا دولة ده كتلة كوا كبع مشتري تري أول الجلسيي كانوا أنت لو خبت كانوا لا يريك ولك أوجادين كانوا يعني ومدر بس ولا هذا هي أوسكو سوحي حتي إنه جيان هيركاس صومالي بالجارسي كو هير كان لغارسيرا او كان غوميسغا برتينا وانا رجو غامولي وكو حد عن قبل لعنا هي او مكان سي قبلنا قبيلك لوو هيلنا وانا ما كي كان غوميسغا كو جيره وي غوميسغا كان انت كورتي ما مقلسا سيده ايغو دونا كان ييريان وي ويلك سومايين وانا ما كي يري كان ويلك سومايين صدق كذا ابي يا ابكي يا ابكي با حريته دغال هي نيمان كي قصبي وي او غلسي او غلسي وي كو أقراضي وياي مركب كور نوتشوا ما أنت لا رجع هذا يو سومالي وكو أقراضي وكو أقراضي أو أروي أو محو محو حلي محي توبي ولد قال هي عرض أو محك محو كويسة محو كويسة ما بقول كي يك كعب وكالعي مو واحد يقدام وكالعي ورجل درد يقدام وكالعي مو كيف لما تقولون بل حد فيرشة قف ده حي مرها لما كسر لو بس لي وحينيها لقطة مي وما عنا رشة أكتر وقبيل كنا لش يكتو وودا كنا لدقن وصدع بعد ولش اللي سومالي ده هي معيته كيرا انت جري جنتري إثيوبيا وقع عن جنتري كواسا ولا نقطرة سين سقع كواسا سقع قبلنا مرت هان تان دولة هي سنة ما تان دولة هي سنة ما تان بعدنا الناس كا قبلنا نوعس هرادي تجريها سياسة تجريها كده كوش قيمه ولا وين لش يوقع عن الناس كا قبلنا عن الناس كا قبلنا aan iska qabanno waxa u baahanay kuwa aan iska qabanno oo aan kar bistaagno maanta dawlad baan haysanaa maanta waxaan haysanaa dad ayda dawladeeyo lagu gooyay iska dayn weysaan waay qaraad iyo dhamaantii barag baladi ku taataabaray adiga kale iska joogay iska nafisa dhinaciina ka dhagaysta jooga marka annagu haddaan lixdan jirro iyo haddaan toddobaad iyo haddaan sagaal jirro xaq baan ku hadlaynaa wixii xaq aan waa sheegaynaa wixii alla idin ku anfacaday maskaxdiin tigree wada idin saarantaana هذا الله يذكر إلهي سكان قلوبها بتبدله قلوب تين وناجا هكوب بدله مد حقها هكوب بدله سو مال نمد هكوب بدله من نمد هكوب بدله دم تين مسلح دين هذا قرطان الله هكوب بدله إثيوبيا بدنا ونقول شراء سؤال كبرتيو هذا إياه لفت كن إذا يجي تين والغي يا بامر سو مال إسكت جيسان أنا بحنا قبائل قف سو مال يا دمير سو مال يلا وما أنت نور ما مقلسان إنه سكوف رح سنين إيه محيطه إن كينيا الله صفته إن إمارات الله صفته إن توبيا لا صفته إن عندنا لا صفته شيء لا صفته أو ما ذلك لا قر قبته إن سوق فرح سنة نوب بعد عام سنة نين كاز نمان كي تجري أجمع مركب وش قاين شري والله دمر تريا شعبك هو يشتاق هو يمدوم أنت هذا اللي شري مو ما حيت نك إلى مستفع أكثر من وين سومالي قلب إلهي هكر عميو وانس سوماليا قب سوماليا له هاي سو يفش سوماليا له oo aan meel ka wax ka arag ee Soomaalnimadu deeqdo annaguna garab kaagan taaganay garab kaagan Allah galo Allahna ku qumeeyo horana u soco waan ku faraxsanahay waxa ku soo haray waxaan arkay Cabdiraxmaan Cabdi Shukuur baa wuxuu yiri dawladda nabad iyo nolol waxa jira bays dad macnaa ku taagan garay dad rabo ma isku waydiisan ee soo sirkeen Soomaaliyeed baa lahayd waana soo maamushay waa maxay sababta adiga aan garay dad rabo lagu taageeray wixii aniga taageerayaashay du markaan qaldamo way i qabtaan wax ila wani waa qaldan tahay laakiin qoladan gar iyo gardare waa lagu taageeraa oo waxa lagu garay gardare oo ma is weydiisay markaa waa maxay sababta
وما هي سببت قال يقدر لو قلت هذيري واسبب سببت وحي تاي دولني وشعبك أوريان أو أركان رجع أمقته خلاص الدولة ذكرت عي إذا مع كوا مشغولة صغير يا المقرب وحال هيكسر يا وحيابها وين يا قبنا يا ورجع أمقته وين أيها هرت دوك هيكسر يا خلاص كان يرن ولا قرن كرا بن آدم كوا خلاص من كرا حساء حتى خلاص كوري بقى أي رجع سومالي هذا ودل كان سوام معمري أي الواحد كل دقيين وأي سبب وين خلاص كاس أيها سببها حتى إمام القبلة تشوغان يا هذا محيطه كوهر ومرح عايو الصومالي نحن دولة شوقيهين يا هذا دول سكاكا آدم وعدد كم مشغول سن دولة الصومالي هور مركي بس يدب أقول لك لهين ما هي يري أيضا أقول لهين أيضا معرفة الدكرية بلهين أيضا سياسة بلهين بما لحس كوضا نقضين العقب ما يكوضا شقيستين حولي كوضا هلين ما هو قتلا ما هو قتلا دمير كاس أيو كمتلو دمير كاس أيو كتلا واحد كل سيجي فول واحد كل تغرف لوي وحنا كنا وحنا كنا دلوي أيانا كل أفراف وواحد واحد سوامال الدلوة ومرا إيشوا قبل ومرا وضام تتكاس حقيقة الوامد داس مارك المسكح دي تجري وأول اللي قشرت عنا ذاك اللي خلق قوي أول اللي يري كنا هكذا يكوسوا ده في كنا هكذا دستور با دستور با من الأخر سمي يبقى هذا هو كله يعني شو ملا هو اللي قشوا دولة ها أويا كدولة دولة دي تح أويا دولة دي تعمل كذا يبقى كدولة شيء ياي دولة ده وسؤال ورويا دولة دي تعمل سوق واحد لما أنت قاعلكم عبد إبراهيم ياي دولة ده مكان يا مك الدولة ده وطن ماله المكوسة دولة يسويه الديارة هلا ده يسويه ما شرط تقصوه ما شرط تقصوه بعد ما يجي الدولة ده مك وسؤال أنت إذا يفرق الرسالة غير بعد ما عمل كان زين ده عمل لوسه دي سواي وقرأت مرك ما عمل شو تي ما عمل حلاله النظام اللي هو يعني نساء كوكول درايستين وأسوق يركوس كهير بان هاي فوفر يا مزنا بان لا هذا يعني ده ربع قدر أنا يعني رد هل كاتت هذا أنت هاي ملقو في رسالة يا مران بيا يا ربيا شعب سومالي ملقو في رسالة يا نو ولا راح رأينا يا نوع أي نوع على مثل ولا راح رأينا يا ولا لسكا قبرية مرد ما نسوي هذا ولا لسكا قبرية ولا لسكا علمية مرك حقيقي هو مدرس مرك ده واحد واحد كبري دولة دقة قيسة ومرت ذلك حدودها الجارية وعلى وسكة بنيسة ووو وهذا بعد ذلك كبري وأنا أقول دولة وأنا واحد فرحان اللي قال لي الواي فرايو تعمها ولا ما رح أقول لي نقلني وصار لي السؤال شو دولة كه وجميس كوش قيسة مرك وهذا قلني أنا ولا زكين علني ما أنا زكين علوة مرك ذلك كوه اللي كوه دقية محيط وأنا سافر قلني ودوني فرقلت شيشيانا وقل لنا يا وقل لنا يا طشيشيان هدو يرى عرب أرده يانا ماتر واحد ولا هلا كان عيسى وادي عيسى قال هدو يرى هو قال يا أدي يا أدي وانا وحمة أدي يا أدي صلاة وحنا نقتل ما درس ما يندب وحسو دولة دي ودي أدم وحي كان هبل يهبل بيوا كان دولة دي ما دي أدم بيبوا كان كاسا وابلي يا أبنا هبل مركا وواحد اسكني يا لين دولة انت اللي قرب استعبوا واحد لو تاجر يا دولة ده أنا دي شيء دولة شرف يا سومالي نمط يا عرض يا شرف نوسع على سوي دولة وناد نو وضي هرمروي وما حد كتير ده نصت السلام بسرعة إن كان موجود عدد دكتين يا دي ده قف نور الدولة يا النبض دولة يا دولة تاجر يا قف كي دولة يا ما حد تشوف لان فيفا نقابل تشوف لان فيفا تشوف لان ما واحد كده تنزل تحت عنده بس تشوف لان واو تشوف لان يا دعاء بكاتر تشوف لان فيفا وين غدها نورات of course for those تشوبلان ودوري لا تشوبلان فيفا نقطه تشوبلان وادلك ايغي وادلك ايغي الى اسكو دبا دحدو ميدودو هرمر غاتو كابياشا دقالا لو فرو لو ديسو الشباب لو خري وحن دورينا وي لكن انو معير هذا الكاس انا تونكو كو ودانيا تعال اسكو ييلاني مانا لا ييلانيو مانا كان سو بخين مانا ييلاني تاس ماركا انغا سومالينيما انتي او سو لبستا وا او تاغنتاي وانا لو تاغنانيا وانا لو غنتريا وأنا لسك كاشرية نيكي سومار أي سدقيرونا ماشى عارف هذا كوش كده غدا هذا أما كي يا هذا أما يتوب يا هذا أما أرلك الوفاء سومالي سومالي بانا سومالي بانا وإيمان إس سومالي بانا وشوكته سومالي بانا أحسن إذا إنا سومالي بانا إلينا يا ما حيت القلم السنة دي الله لو كرامة هذا كقاضي صدق قصة الكرامين أو تدري برضو يرفضي يا كرامة كقاضي أي ناس كقاضي يا بلا كرامة ما أنت ماشى كبحين وحالي المح واحد تجار بدلانو دري بقى يراعي ده ما ينتهى برايا وكحمة سومالي برد يا أنتو جار تو سير دبا سير هذا بدك ما حد يهوش فهمان سير لو قمنا قضاء وقت الشعب كده ولا نبي أركان عدنا وقت ده حب حبض دم بقي ورار دم بقي دور إنسان ما شفته نبكي أشوف الآن وحكولات لها
ayagoo wiil soomaaliyeed intii dhimatay maahan aan kuwa salkala salfan inay isaga tagaan meesha u yihaahdaan wareejiyan maxay yihaahdaan war ciddii u tashan laa u tashato dowladdu ha u tashato xukun hala soo sharaxo doorasho cusub ha la galo horena ha loo dhaqaaqo marka sida isku soo wada duub soomaaliya soomaali baa leh horaana loo soconayaa waa shacabkii la kala hayana waa isku soo fakaday kuwii maxayta joogay meesha la yihahda ishad ee rf iyo mandheere dhulkaa joogay yaa soomaalinimo u taagan oo diyaar u ah soomaalinimo oo maarata guusha iyo carafta iyo soomaalinimada iyo qaranimada urinaya oo arka cid walbana taasay makaabsanaysa maanta wallaahi xiniye yeelanayaan soomaaliya markay dowlad noqoto ayaguna xiniye dheeraada kenya ku yeelanayaan way iska celinayaan cadkooday si fiican uga goosanayaan wiilashoodii ilmahooda maalin walba inta al-shabaabka lagu taargabgabeeyo baabahda laga dhigayo eeyada la siinayaba ka raysanayaan waa inay maaratay waxay dudunay ku tiirsadaan bay soomaaliya u ahay dhismaheedu oo cidil maaratay kuma dhiiran jirin annaga cadow iyo jobba annaga maaratay balaayaanaiyo cadowga nacboo u jabna maalinkaasaa geel amxaad iyo etoobiyaan iyo kenyaan iyo tilaaba nagu wiirsaday oo bahlada noloo waray marka annaga ma doonaynana qabyaalad gobolaysi ma doona dowladnimaan doonaynaa dowladdan waa dowlad soomaaliyeed sharaf iyo cirdi bay ku soo celiyeen horumar bay soo celiyeen ilaahay ha karaamaya bayle dayntiisu uga shaqeeyey maanta deeqda la helay barwaaqada socota ifka baxaya walaalayaal hayna waalinina mugdiga iyo qoqobka hanagu celinay afarta nin noolaanaysay mugdi afar nin noolaataa yaa naga batay soddon sano afar nin baa meel ba afar baa haysato afartaasaa ku xoogwey inta ku heshiiyo maafiya ma fahmta oo midba qabiilkiisa laba hogala laga soo qabto baa leya waryaad naga ah mise kuwaaqa waryaad na kuwaaqa afka karla intaasaaba lagu soddon sano lagu jiray markaasaa ilmihii waxbartay iska yaaceen oo baduhu cuneen oo cadowga iyo nacabba loo jabay tolaayo tolii waaye marka cabdiraxmaan cashukuur waxaa u sheegayaa walaalkay maamulna waad soo martay wiil soomaaliyeedna waad ahayd haddii marka aad leeda kenya lagu xadgudbay oo adigu macnaha qaalbiyan aad hadlayso kenyaanka kaa dhex guuxayo iyo lacagtii milyamaadka aad ka cuntay walaal annagu macalintaas nagama soo gaarin markana ma soo gaarin ma garatay dowladdan waxa lagu taageera iyadaa la timid ee la imow qofka siyaasiga ah wax lagugu taageera la imow ha kharaarin ah nabadiyo nolol bays bay leedahay dad baa iska taageeray waa la iska taageeraya hadday lacag bixiso aad ma bixi yaa kaa lacag badan nin walba inta wax dhacay buu resources uu ku dagaal gala samaysa waydin ognaayo meel waxoogaa dhigateen dee idinkuna lacagta bixiya waa hadday lacag haddal adinku aad ku qancin kartaan baraha bulshada dadka yaacaya haddii kale soo maaha dadku iyagaa dowladnimada raba intaa fahma dadkan baraha bulshada ka qaylinaya qof diray maleh oo qof lacag siya maleh oo ilaahay baa igu og baana dowlad ka warqabin oo ilaahay baa igu og boqol jeer kun jeer ilahay baa igu ognaana dowlad lana hadlin kuna xirnay kana warqabin waxaa la ay leedahana anaan laakiin anaa iga go-antaa dowladnimo anaa dowlad raba anaa maanta qurbo ku wareeray anaa caruurtayda aan maata aysan dhaqankooda iyo afkooda midna garanaynin anaa kuwan iyayda ahaa ka baqaya meelaan aan ku ogeyn ay geli doonaan saakuwaygibaaba leegleeg ahe marka aniga iga go-an tahay dadka hadlayana saaha loo fahmo waa dad iyaga ay ka go-an tahay dowladnimo iyagaa doonaya dad soomaaliya iyagu dowladnimada doonaya yaan laga dhigin qofkii hadlaaba in qola soo karaysatay waa khalad adal macnaha soomaalinimada inay dhimatay caqligii soomaalida waxay noqotay waxay kusoo koobeen dadka koox inay mar walba kooxi wadato dadkii rabitaankooda iyo caqligooda o dhan baa meesha ka baxay oo baa laga saarayba marka walaalayaalow soomaaliya hamidooda waan israacaysaa horaana loo socday dowladnimada hala taageero wiilasha mar kale waa ku celinaya wiilashada wiilasha sheeganaya raawiishta jubbaland isku sheegayo dowladnimadiina usoo noqda oo dowladdiina isu soo dhiiba oo si xun ha ku dhimanina ama ha ku dhaawacnimina oo ku curyaaminina goob xun hana ku dhimanina hana ku dhaawacnimina waxba dadkaana idiinma sheegay nimankaan laba criminaal nimankaan waa criminaal hadduu axmed madooba yahana ummad buu laaya ummad baa dhib u haysata janana cabdijana hadduu yaha cabdishiin jana hadduu yahay ummad baa wuxuu u raacsata u haysata war idinka yaa hadda gaarhooda ku dhegan wixii dhacay waa dhaceen idinka specific hadda taarget uma tiidin marka idinku taarget ha iska dhignina oo si xuna ku dhimanina isaga soo baxa nimankaas nimankaasna mar kale ku celcelinaya wallaahi wabillaahi marka soomaaliya horey u soconaysaa shacabka waa bislaaday imaaraadna puntland iyo somalilan waa kasoo tagtay china markay carabta kasoo qaadaysay ururadii jaamacadda carabta markay kasoo qaadaysay dowladda ku jira dadkooda soomaali waa kasoo wada tagtay puntland uma yeerin jubbaland uma yeerin ee somalilandna uma yeerin horta taa hal la ogaado hal shinu soomaalidu inay tahay qof kastoo caqli iyo damiir lena wuu garan karaa
ورك أقيه مرك حد واحد قبل بعض ما حتى أيونا في بعض برنامج كنا كقيب قليه أنا هنا وسط ناقل بسود يعني واحد رباح بل عن قبل نوجي يارو تابع شوتين البرنامج كقاعدة كقيب قاعدة تخ ولا شيء بنرادينا يا برنامج تلو كقيب قاعدة يا إن شاء الله مرك واحد ها سؤال والله هو كوسو الوين يا برنامج ك كسو قيب إن كسو قيب كقيب قاعدة تنادي لهي هذا كسو الوو أما دمبيلا سيد سهل كدمبيلا لماذا دمبي كرمنا لا كقاعدناية أيام كوا كسو راح أنا كوا متوبان وحن كلو تعبتي إمارات إنه كسو دقاقي سوماليا وهان كسو تكملشي عرب وخد اللعي وحن كلو تعبتي مدن موسى عكتر إلهي هكرامي إنه مارتي محارك وتشوابي عابي أها وان 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 هدي لما قال ها سوقر هذا مغشان نجح حبل سؤال هو ها سوقر هذا قبل هذا كذا مغشان والله مغلا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا اللي كراسو ما ورما مغشان ها سوقر ها سوقر هذا كذا مغشان ولا شيء أي وين مغلا هيا ما نملا يعني سكت أي ها ها وكمل ها أكو صوتك تاني. أرد أهل بالي سلام هيا سلام كبعدي كلي وصمر الحكومة ما نبر لفيلا ين حدين ماله. يسون نقول. نسيت الدين أساسيه. ها واحد نقص عضو النهارته وواح إلهي إنه قدري وأنا واحد أنسى ذالي لينه صوت واحد ويا وما تكلت شيء يغلوب كلت شيء يأس واحد نبغى له هاي غلوب كلت شيء دي شو ما مير كلام مغني. میدی سو چی بی؟ ما هست ایتر نهایی. هر تیم امیر کار مقام با سومالی نقط. او کو وسط دم رکه هدال که هر لیسی عید استقلال رای واتس سومالی. وحالله لیا وحی عید استقلال رای نعای و میگن. وحالله وحی اویل نهایی نمیگن. مرکه و امت درام تایس او ورسان. میدل بعد وحی ربع اینان که هلو. این هلکا یو بلد حاو. نبت كتيرته. قلت وحال عاد وحما هاي عاد وحما هاي إن كان كلجيس عاد القصارى كان هو كريمينال إن وحنا كريمينال ويا دم في بكرة دم في جاز أو حسوا قيس مدوبة لقيسي سببته مدوبة حكومي قلت له يصير جيدا نربى حكومي أسبوع هوس إيمان هي أستلعن عمل كبحنا هي وحادنا إنه دا جيدا نار تصو ما ردي كله حطي إنسان اللي عيسنا هي فوكس كيف تتعامل مع الكريمينال؟ أنا أقول لك 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 أنا أقول تتكوى على بري لا مقبى على سين لها يحوى انت وكدوى سيفي عنا هذا اللي كيوى اسكفه غي يورانك يا اسكفه غي اسان اسكفه غي قراضي واستساعدة اسكفه غي اول ويل وانتو اسكفه غينا اي كارية اسكفه غي نلا وطوءها صح نلا يري هو يدا هو يدا سوق هو يدا سودر اوكي هو يدا فوري عنا يديها كطبقات بو هرس اولها تنا سببتوه بلرحا وقبدها سنطة مالك اللي oo gabdhaha ugu ku jireen oo wali dhalin oo iyagoo sakareed oo qaadid xishan waayo la keenay sanan maalin madaxweynaha ayaa maalin kartid marka sanan wuxuu ahaa meel la wato marxuum buu ahaa oo tiraala ah nin buu u kareysnaa ninka uu kareysnaa dambiga waa laga leexinayaa anigu waxaan qabaa sanan karigiina la saarina meel kastoon ka hadlayno geedanaar iyo sanan in la isku lamaariyo li kala reegin
mar alla markuu dambi galay oo ummadda soomaaliyeed weydiisay wuxuu dhihi jiray dowladda federaalka xuduuduhu yaalla arrintaasu internetka ku jirtaa xuduuduhu waxa uu yaalla dowladda federaalku dhihi jiray markii uu dhagabdhaha la kursaday xawlaad baa la burburiyey dad baa la dilay dad baa maxaabiis ahaan loo haystaa dadka inta la haystaa weliba la yiibsan jiro korkeeda laga seelgarayn jira lacag inta la dhaho nimanka afka duubta weeye waana been ganacsi bay ahayd nacamti tikadaha wax laga dhoofiyay ahayd gobolka gado ma fahmaysaa arrintii sidaas ahayd wuxuu dhan waxaa ka mas-uulaha madoobe waxa kalena canaasiir u shaqaysta madoobey ahaayeen wax qabyaalo la dhahaana ma jirto qabiilka madooba ka dhashay mas-uulka ma aha qabiilka jara ka dhashayna mas-uulka ma aha laba qabiil bayna kasoo horjeedaan hadda maxaa geedanaar yiri marka oo cillaashay geedanaar wuxuu cillaashay tol beele yaa ogaadeenaya yaa qabla lah inuu dhaho mareexaan baa igu soo duulay waana beenti mareexaanku kuwuu ku shaqaysanaya bay ahaayeen oo hooyada soo wasaayey ma fahmaysaa marka maxaa keeray marka inuu hadda dhaho geedanaar aniga mareexaan baa igu soo duulay hadiisa mareexaan ku soo duulay badar xaala waxay kor taagan ma waxaad aragtay madaxweyne ku xigeen sabaad oo furin taagan oo madooba geedanaar u diiday inuu seexdo canjeerada ku quraacdo subaxii oo yaa adeer hawlkaystaan waxaan mareexaanayna ma soo dili kartiin anigu dadka waxaan la yaabay say u jaa wareersan yihiin nacamtiiga madaxweyne ku xigeen loo diray qoyskiisa uu ka dhashay janaan wuxuu ada cunug cunoo ree baadiyo jamaadaya ma fahmaysa waxaa lagu shaqaystaa saga madaxweyne ku xigeenka ku darajada ah geedanaar awaye furinta baladxaa wuu taagaya madeeraa buu dhex fadhiya halkaasuu baladxaa uu kasoo tuureynaya marka sheekadan qabiilha laga saaro mar alla markii lahadlay wax qabiil la dhaha ma jiro geedanaar qabiilkiisa ma matalo maliyan baa qaylinaysa oo raalli kabanayn dad wanaagsan bay leeyihiin dad xunna waa leeyihiin laakiin waxaa leeyihin burur burur baa qurmisa qofka nacamti inta geedanaar maanta u qaylinaysa waa kuwii jeelka jigjiga haysan jiray jeel ogaadeen haysan jiray oo soo qaxay oo kismaayo yimid kuwaasaa geedanaar u hiiliya cid kale u hiilisa anugu ma arag intaagana ma saara intaas social mediaan ku jiray marka waxaa la rabaa in arrinta la asiibo meeshay tahay geedanaar marna wuxuu yidhi anugu shuqul kubanay xuduudaha haddana wixii waa laygu soo duulay okay markii gabdhaha la fuulaya dawadda mas-uulka uu yidhi asagoo dowladda tabar xumo ku yasaaya oo farta ku godaayoone waxba ma qabsan kartaa arrinkay meeshu idiin bannaanta waana hawshiinnay markay dawladdii timidna wuxuu yidhi tol beere reer baa igu soo duulay reerka raggii ka dhaqdhaqayana asagay u shaqaynayana hawlkay taagan yihiin horta marka wixii o dhan waa jaawareer iyo madax xanuun iyo lalabo ma fahmaysaa talyaanigu wuxuu dhaha asasiina damuundo nacamti geedanaar waa khaa'inka ugu weyn adduunka asasiina damuunda waxa weye waa doqolkii khaa'inka ah nacamti waa doqol khaa'ina ogaadeen buusan ka geli karin khaa'innimadan mareexaan buusan ka geli karin dadka jubbooyinka degano ummadda ilaahay hawiye daarood luusan ka geli karin soomaali buusan ka geli karin arrintaasu geedanaar iyo labada islaamood oo baladxa waa u tirsaday hawdkeeda taagan bay ku koobanta intaa lagu daayo ummadda halkaa degan oo jubbaland gacmaha isqabsadee waa dad walaal ah gabadha jigjiga kasoo qaxday kismaayo imaata deganta ayadoo walaalkeed ku qusaday oo iyada umula xasira ku fuulay bay inta soo carartay kismaayo tigi ma waxaa la dhihi karaa ogaadeen baata lama dhihi karo lama dhihi karo gabadha mareexaan oo muxuu ahaa geedanaar usoo diray nikole ma waxaa la dhihi karaa ogaadeen baa soo waxay may geedanaar baa u geystay dhibaatada gaartay marka ilmaaleeryaalow aan meesha dhibtu ka jirta abaarno arrintan waa asasiina damuundad italyaanigu sheegay madoobe wax dhan buu wax laqay laakiin maanta balaaya rubadiisa taagan fahmaysa meeshu ku dhiman lahaa buu taagan yahay asagoo kriminaala oo maxkamadaha adduunka warqadihiisa yaallaan yuu maanta gobolkii gada xasuuq ku bilaaba iyo madeera wax alla wixii ku dhintada isaga dushiisa weeye iyo labada naagood oo meesha u taagan oo wax duuriyeynaysa fahmaysa marka waxaan rabaa marka geedanaar waa halkaas dad baa waxay leeyihiin maanta niman hadlayo waxaan maqlaya geedanaar iyo hala heshiiyo oo farmaajo hala fadhiisto hala fadhiisto farmaajo geedanaar cidna ma xukuma maanta waa khaa'in tuuga oo banaankaas taagan awalaal shabaaba oo xinjira dhuuqa farmaajo marka ma wuxuu la fadhiistaa criminal oo haddana criminaalnimada ku darsaday inuu u shaqeeyo dowlado kale oo dhabal hetesi yahay
marka adduunka barfasoore dad isku sheegaya ragga isku jiray marka soomaali way dhiban tahay ilaahay dhibtaa ka saaro halkaas geeda neer baan uga gudbay cid la heshiinaysa iyo cid la saaxiibaysa iyo cid meeshu ka yimi taqaanaa ma jirto geeda naar iyo labadiisa habrood ayagay ku go-antaa maanta waa ku haysa taabiir ayaga lay haystaa marka waxaa waaye waxaan u gudbahayaa sharcigan qabyo qoraalka federaalka maalinta weyda waxaan arkaya odagii faroole iyo hebel curile ismaaciil curile iyo waxaa dhamaa oday feera weynaay meesha fadhiyay oo baarlamaanka aqalka sare labadugu ay ku jireen weliyaa waraysanaya duulla waxay caddaysatay sharci ay iyagu qorteen inay qoreen xilligii sheekh sariifaystay iyo idris xasan shaqaystay sababtu waxa weye hadalka markii dadku hadlaya waa la dhuuxaa labadaas nin waxay caddeeyeen dowladda federaalku inay khaldan tahay oo sharcigii duudlan qortay oo garowa wan iyo garowa tu iyo muxuu kaalkacayo afaarihii ay soo diyaarteen dowladdu inay gees martay afaarahay soo dirsadeen duudlan aniga haddaan aqligayga xunkaa dadkaana ugu aqri xuna aan ka hadlo duudlan sharci gaara oo ay ka madax banaantay soomaaliya ay samaysata madaxweyneyaasay xasan sheekh iyo sheekh sariifna waa u saxiixeen sababtu ayagoo taagan bay madal samaysteen labada indhoodna ka tuurayo dhaan haddaad juuq tiraadaan wallaynan xamar fadhinay ma samaysaa waxayna la yaaban yihin labadaa wiiloo maanta timid oo ilaahay ummadda usoo diray waa khayriya farmaaje waxay la yaabeen sharcigii iyo kala dambayntii oo soo noqotay iyo dhallinyaradii waddanka iska lahayd oo martida ka ahayd oo maanta inta labada indhood kala qaaday yar waddanka annagaa iska leh waxay ka argagixeen wax alla waxa ciidan ordaaya oo anuguba aan ooyo farxad la ooya markaan arkaayo waxay ka muraaradileeceen businesska ayaga iyo imaaraad iyo labadii madaxweynaha hore isku duudeen siduu burburay sabad waxay leeyahy dhawaca meeshay macal uga bartay maxamuul ugu baktidaa sharcigaa far baa ku godan qabrigaygana waa soo xusi doontaan hawl weyn baa halkaa ka jirta anugu waxaan codsan lahaa marka ummadda soomaaliyeed iyo hooyooyinka caruurahoodu duurka galeenba oo qaar qooba luud noqdeen oo meel darantaa waa neeg walba guri cidlaa ka ooyeyso waxaan anigu oran lahaa dibad iyo dalba inta ka muddo haraadno soomaaliya soomaaliya ha noqoto hal calanna haloo sameeya calaladan iyo goongaradahan ilaa imaanaad lala hoos galayna ha nalaga joojiyo aad iyo aad wallahi bilaha ma fahmaysaa waxaan aadayaa hargeysa hargeysa iyo burco oo aan ku jiran burco waa jeclayiida hargeysa ayo inkastoo labadaba jeclahay dadka aadka uxun oo ilaahay uu ku sheegay qofka nabiibiyaha oo labawajiilaha ilaahay cadaabka daran inuu geliyo oo lafihii caruurtii ogaadeen oo qaxootiga ayga hargeysa la dejiyey oo ay xasuuqeen muusebuu nagarka saa noogu liliijiya uu dhaho caruurtaas waa caruur isaaq beentiis weeye waana kadib caruurtii ugarabiisay iyo caruurtii ogaadeen buu maalin walba soo goraa iyo dadkii oromada ahaa soomaali ah bau la oran jiray midda labaad waxaan rabaa ummadda ee waqooyi galbee degan bancaa walaaliya haddii qof kaga jira ama ay gaarto waxaan ka codsanayaa wa intii siyaad barre ka jiray soddonkii sane intii ka dambaysay inay sheegaan ummadda ka dhimatay soo tira koobaan dagaalkii maryacaloolo 4 bilood ka socday burca soddonku waa ku dhibata dagaalkii gadabiirsay lagu laayay 1400 buu maalin gudeed muuse biixi dila dagaalkii kalshaale 4 baa ku dhibatay saadaysaa 5 kun ahayd inta ka barakacday inay iska dee halkaasi ara warsangeligu dego mid baa ka dhacay hadda dhow erfay mid baa ka socday muxuu ahaa meeshaan ii sheeg intaas waxaa ii raaca dadka intuu kibirka ku xixiro kibirka ku xixiro wuxuu yahay waynaa nacburiyey afka lagu kala jeex been badanaa dameerka wuxuu yidhi afwaynaa nacburiyey afwaynaa hadduu caburiyey coldoon muxuu xiran yahay cabdimaalig muuse coldoon ninkii masaakiinta u adeegaya maxaa xiray iskuulka abaarse ku yaalla oo khaliisada ninkii anderson cooper la oran jiro sia ninka ushaqeynayo khaliiska iskuulku dhisay oo caruurtii ood arkaysa carabkood soo bixinaysa intas carabkii soo bixiyaan layi carabka soo bixiya wax farxsan oo qos lahaya iska dhiga carab la soo bixinaya intaa ku aragna wiya gabar la yari isxambaala kor isu qaada waa iskuulka gabadha ka dhisan caldoon intaasuu xiranya khaliiskaasuu xiranya caldoon marka waxa weeye
intaas waxa ay raacaa waxay barataa nalaxaa mariyey la sala soo xambaarsaday waxaan rabaa caruurtii waqooyi galbeed oo ubax ahayd oo 15 sano ugu dambeysay 15 sano ugu dambeysay halkaas ku qulqushay oon halkaas soo noqon oo qaarna yaxaasku dhuneen qaarna keliyaha lagala baxay qaarna xabsiyada ku jiraan gabdha iyo qurxaha banaana carabta imaariinta iyo addoonta beeralayda lagu ayagoo xiranyiiyaalay caruurtaas yaa marka ayaga adolod iska samaynaya waxaan rabaa adiga xamdiya meelahaas ka hadal baan ku xitaa markaan qoyay maqaalada yaa mas-uulka yaa magdhowgooda bixinaya dhaal inay taariikh noqoto taalo lagaba dhisa weeye waxaa iisoo arkay taalada tan muxuu ahaa aabihii malalaha maalinta way tadhidiisu ku waxaynahay horta aabihii dowladiisu ethoobiya waa dowlad madax bannaan hadday cid xusaayaan iyo hadday saciid xusayn annagu shuqul kuma ahin annaga waxaa noo bannaan xaqa annagu aan leenahay soomaali galbeed iyo ilaa soomaaliya aan oo bannaa inaan ka hadalo weligoo taallaa dhisteen aniga dan baa noogu jirta taalla inay dhistaan sababto annagoo 3 sano keliya dowlad ahayn baan ayagoo 3 milyan oo sanad 300 sano dowlad ahaan ethoobiya la galay hadda sheekadaya annagoo dowlad ahayn baan haddiiba intaan garacnay dowladii u soo huuliyay ay taallo u samaynayan waaba taariikh caruurteena iskuulada loogu dhiga mudan noor geesinimaana kasii qaadaynaa inagu soomaali galbeed inaan ka hadal la weeye hadday iyagu tala taalo u dhistaan jigjiga taalooyinka halgamayaasha soomaali galbeed baanu taagaynaa gumaysiga birirka ahaa oo gumaysiga nabcaa sax weeye farmaajo oo dadkii xilligaas ku dagaalamay ah waa inaan ayagana muqdisho uga samaynaa bahal taalla ma sahmaysee sax weeye sababto inaguba sayid cabdilla xasan ayagoo garaaci jiray haddana jirjiga taalla looga dhigo marka inagu dhulkeenna aan ku xisaabtanno dowdad waxaan arkaaya xasan sheekh oo shara sariirta gabra kula hurday oo maanta abaabilo hore ethoobiyana soo gashay oo taallaa la dhisaya waa beenta adeerka halkaas waa gubtay gabraad ka xanuunsan lahaydwaxkalaan kaa dhexgalay saxruuriyay xataa soo ma ogeyn markuu jigjiga tegayay oo uu dhaanteynayo in laga dhaadhiciyo uu soo qaatay inay soomaali galbeed wiilashii macnaha oo laftahay inay macnaha shufta yihiin oo lasoo xiriiro si al-shabaabka kale loola dagaalo tuu soo saxiixay ha soo tuu soo saxiixay waalantahay mudulku kugu dunde mudulood waa kuu shalay baabiye shalay waa jooga 4 sana waxa ku jirabay maalin walba daaquud inay daba galaan wuxuu yahay sagaara soyma barato weegay dambena iska daayay dagaalka 4 bilood xamar ka socday oo dadkii xamar looga tegay keliya isku xasuuqeen bacdii ku nasiibso dadkii cagaaraa muxuu ahaa xaafadaasna muuse suudi baa degan xaafadaasna qaryara jooga xaafadaasna deeriya faarax baa jooga ma xaafadaasna seen maxay laguwe soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada dadka jubbaland joogaan aan haddana kusoo noqonaya sababto madaxiiba ay xanuunay si degdega dadkaas waxaan codsanaya ayagoo wax qabiila ku dagaalamin jubbaland dheer ha ku dagaalamin ninkaasna iska dalqaadeen daaquudka sababto ah hadda kismaayo intuu ka baqay buu dhoobley tegay maalinta weyta waxaan arkaya intuu tegay dhoobley oo odayaal masaakiina oo dowlad la-aan 30 sano haystay geedo talaalaa intuu ku hoos
soo xasxaraystay ba wuxuu iyo waxay ahayd guryaha masjida inaan dhiso dhoobla inaan guryo marti ka dhiso waxay ahayd buu yiri meesha kubadda lagu ciyaaro inaan dhiso waxay ahayd biyo guryaha muxuu ahaa qolalka soo dhaweyntii muxuu ahaa v i b da garoonka diyaarada inaan u dhiso war waa kuma war ninku waa kuma markuu u tegay siduu ayaga caruurtooda dhaqaale ahi ugu dagaalama oo caruurtaas uu dagaal u geliyo buu wuxuu yidhi inaan guryo liseed bal hal cunug iyo guru meerta kaa qaymo badan hal cunug oo reer kusoo tabcay ma fahmaysa kaalaya baladhasoo dira haddaw markuu geeda maarka daga jigjigu u dhashay sigsiga aadana ogaadeenka iyo reebanada kaalkaas daganaysa xasuuqaan wax kale ma rabo
أيوة أهل بلادي أنا مرة مرة بقول لك دي وش وش أنا أنا بس ما دي بانيا ما كرتان يا أنا قرابة ويل هاي ستة با يا نينك شو كان سنة يا ويل كي كشو كان سوى صح بعد من تودي له يا هذا أستنبول سافر جيس تيجي سورادي ويل كي لو يتوه قامين كي ما قامين ده عرض أسأل أستنبول سافر جيس سورادي ناي تروح كسبوس بقى ما زيد حق جيس ولا مرة عفر ميتا على مصدر سبوس كان أبقال ولا سودير أبقال وعدد غير بطل I'm going to go to the house. لا لا سيوة سيوة سحنوني يا سيوة ضعوش لا ما يعني واحد ما رمسي ودي كروا ما واحد ما أنت تكرهي ما واحد ما خلنا تكره وأنا إذا ورنتها سلادة وات ورواني ما راي صار واحد كل أنا واحد ورا الله واحد لما دين سرق جبود لأن دي بالله أقول لك واحد بقى هالكاس كتيرة سامتن أنت وين بقى كتيرة هالكاس نين كبود لأن فوقه سرق سرق بولي جاي سيسر رحمة كيما دهانه وحو هلك سؤال يا أنا أنا جرو وني جرو وتو وحو هلك وعد يا قال كعيو هدي له نفس الرقم ده هل حبكم طري كرا سبب تضني كرا أنا وصومالي أنا كنت وني شرعي يا وانو قار لا يا فاش من ده هراء يك من هاي ما فهمت يا ما كبو شرعي كبود لأن نقول وابتر نقول شيء هاي صومالي وأنا شرعي كدرت الكبود لأن حاش كبابنا وكتر عن صابعي بود لأن قاعد بروح هاي ساعة صادقة أنا حتى كور عن جاد حق له حتى كور ما هو حالي وأتي وأخبر صدق نباتك التجنيد ووسير كل عاد وقش كي يجرو وروحان شاعت يقول الأقوى بك يبك يك ي ي تشن بيجرو واحد سومار وخادم معهم أنا بركو وسوب بار وسوب بار يو وحاول يجري وحاول يجري ما يم بطلان وأخبر شيء لكاتها يا بدن تدور دلحة good حتى لما أرتوا كهريني ما حما وهي هاي حدات كوتها يا بدن تبطلان تيا بدن تاي مع السوق على دولت دحين لا واحد لسكو أرورنا يضل كي حد الموقته مرحت كاني وواحد الله بيسيئ ما واحد زي هذا بدن سو ما رد أنا كفا إذا ستة دولت دحين حق إنسان وسارد واحد بس كوتة إنسان ودا ست سمع ناس سو ده كتير ضل كوفا إذا سو والنقطة مرحت كا واحد بس دولت دحين بحب عسكرنا النقطة إيه ده يسو واحد سنو بحين واحد سنو بحين وحال الله قلت لك ليست جالسة وسارة وحبرشة. أولي أولي متوكل متوكل شن تقي عدو لا لحد دو دو قي وحبا كمان. نبى لو وكيل متوكل متوكل عليه متوكل ما متوكل. فيري هو سارة وحبرشة وحال الله قلت لك جلا. هو سارة وحبرشة فدر عليك أي قاب شو. ما بدي لو قلت لك إنك بود لين مصور دحكرة. بس وحبرشة بس اللي عقمة تعلو. لكن ده بعرا واحد فيه. إسكول لا لا إسكول لا إن إن بود لين داري ما يسقلي. يقو 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 كلو شركة اللي هي. يا كيم حتى وصير كاريوة شو حقيا كل اسكولات ماشي بس قصة كنا سبلا يا مرقة محورة بقى اسكول كل حد بقراتها شهادة وحودي ده يا إلمي شهادة دوك قدرها يا نعم توا بيسنس بول لا أنا دواحي أبا بعد ما أنت بنخو بشيري الموضوع بيسنس هذا هذا دولة مفسحان اسكول واحد لصير لسري هذا عبود وعبرم بالهير كيسة معاين بلد وينه بين وصمرية قرهيل ما تمام إن شو بالله أنت حتى قبل خجرانا حمر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء ما الله ما هو دي دي مرة مع علميت الدولة ده حتى فنجريسة ما شاء الله مرة جت كبول لأن أنا أبوي عن جروة واحد صدوع ما كان جاي والله جت كصدوع ما عن ما مل والله ما يمام الجروبة عرض يفكوها بصدي وردك بعد كان نبقى بصدي جت كرالك كمان عن شر واحد كي معتوضي يوسف اللي رادو كان لي أو سريب وصاص السواق أنا أو بند ودرها نقول ده يسمح واحد كور جت كرالك كمان عن الدور النمو والسوق يعني براي كوحا كو ذا بتتو ما كو حتى ما كان الله يعمل براي هذا كو كان شتي فيري داتكو فدر على المرض نادي سواتو فرع فدر على هذا مكان ركو شعاي دا انا وانا وتريني هاي بابا نوم على يدي وذا مكو شاكير يا صدر كتير كيسات دكتا انا مدنا برنا قصة صعودو ما مغيسا هاد بارو ايش كيني كاس مسكح جسير البارانا نوك على الله يعني وحلو ديبي ما فهم والله نينك أوفر سمكو شاكينا يا أمامين كونفرنسية وانا أعلم أنا أعلم أنك يسوني أنا سيود دكرا قبل
waxaan ku rikoor garaysan waxa la dhaha qabiil inuu wax ku ilaahiyo cid qabiil wax ku helaysaana ma jirto. qofki ilaahay u qoraaya casiiska ah tan labaad qofki ummaddu rabto unbaa la dooranhaya wax walbana qoraalka ilaahay bay ka leeda taasna iskuma kalsoono meeshii xashan siiqu mundulood ku caray buu taaganya wuxuu aaminsanya waxa weya la dhaha ina isaga dooranaya taasna waa dhiban yahay. ummadda soomaaliyeed baa la rabay inuu sambaatiya ka diyaarsado oo u dhashana dembi baan galay xasan shiikh baa geliyay ina cabdishirashiid labadoodana ina cabdirashiid waa ka mutacallisanaa laakiin beertu dhex geliya labadiiba ma fahanti markuu beerta dhex geliyeyna ina cabdishakoor waxaa la rabay warhan lay casay inuu dhaho shirilbaha inuu kusoo gurguurto sidii maalinka dhaweyta diinta markuu u gafay uu meelu istaagaa qoomaayo baroorta isoo dhawaa barashees ka bixiyey baa la rabay inuu dha soomaaliya ay cafiya ee baadiyan ahaa xidka waa la yidhi baqa diyaarad baa laygu dhiibay ilmaa yarayaalow waayla taqdiira laga dhigo ma garab. midda labaad waxaa kala haysta meeshu waddanka gudihiisa joogi lahaa oo dadka dhiban caawin lahaa oo jeerari iyo hay-ada u keeni lahaa carada u tuuqsan lahaa dowladda wax uga qaadi lahaa asagoo gacan ku dhiiglaha ama dembiilaha uusan dowladda u xadxadeen dowladda intala saaxiiba u dhihi la war halkan ceela laga qodo war heerkaasaa dhibana qofkaanaa xanuunsan iskaal hala geeyo war halkaa iskuul halaga furo war halkaas nacamdi abaar baa ka dhacday raashina loo geeyo ma u orane dembiil buu qaatay loo diibay markaasaa lee duurka wareeg markaaba dee magaalooyinku wareegaya ha doorteen anugu intaasaan leeya ma garay sababta ummadda soomaaliyeed waa ummadda gudaha ku jirta wax wax dooranaya ummaddiina wuu ka cararo dibadihiibu wareegaya marka anugu waxaan isleeyahay kuwaasa insha allahu dooran doono dibadda jooga dembigiisa halkaa iga kaysiiya waa ka dargay haddii allaba kuu roon yahay muxuu ahaa ninka la yidhaahdo inaa waxaa kusoo noqonayaa cabdishiil calisharmaake oo nin qaymo badan dhalay isaguna dulaalay noqday ninkaas shalayto ninkaa madaxweynaha ah oo sheekh shariif iyo in cabdishakuurba ninkii beerta dhex geliyey waa ninka la yidhaahdo in cabdishakuur ina cabdishakuurna waxaa dowladda kenya usoo dirsatay sida aniga maqaalo igu qoraalana aan ku arkay oday la dhaho professor gandi oo reerkaa dhugaadeen u dhashay baa ethoobia waa kenya usoo dirsata ina cabdishakuur waa la heshiiyey ina cabdishiil cali sharmaaka waa la heshiiyey gandi baa la heshiiyey dowladda soomaaliya maantay silixsantu yidhi oday reer baadiye oo waalan baa loo dhiibo al-shabaaba intuu wareersan yahay iga soo tixiyey gandi baana keenay warqadaha kan gandi baa kala dameeyey waxaana gandi kenya ka qaadhicisay aastaan ayaa la dhahaa dhulkan jubbooyinka aastaan ayaa la dhahaa ninkii la oran jiray kenyata aabihiis kenyata ayaa hadda koor maxamed siyaas kula doodo iyo dhulka jubbooyinkaana iskale wuxuuna ku dhaartay jubbooyinku maray noqdaanba inay noqonayaan odagii markuu bakhtiiri wiilkiisa legasigii meesha kasii waday odagaas marka huraale gandi buusoo adeegsaday gandi wuxuu yahay nimankab la laxaan islanahay gobolka gado reer baa u badan ummadda ilaahay oo dhan waa dartaa laakiin awoodda gado waa reerka mareexaan la dhaho si anagu kabla lax anagoo aan awood ugu yeelano looga soo tixi odaga kan sheekh shariif waa reebaaoday horta saasaa waxaan kuugu soo celinayaa dhinac cabdishakuur badda waxaa looga saxiixay waxaa ka saxiixayeen cabdishakuurina cabdirashiid cali sharmaake ina cabdirashiid huuri kenyaata wuxuu usoo adeegsaday barofesor gandi oo bixiyey gobollada jubbooyinka waa kii asaniya u bixiyey asaniyana waxaa u bixiyey kenyaata huraale aabihi huraale aabihi wuxuu yidhi weligay haddaan nool iyo haddaan dhisaba jubbooyinku waa asaniya oo waa dhul kenya leedahay huraale kenyaatana legacy aabihiis buu meesha kasii qaada huraale wuxuu soo adeegsaday gandi gandi wuxuu yimid isagoo baroorti iyo xeeska ooyahaya ninka la yidhi cabdishiil cali sharmaake wuxuu yihi kabla waxmaana reerka mareexaana oon adduunka ugu dhacay ibraahim abaana jubbooyinka awood ku leh ayaguna waa dad wadaniyiina dad ogol in calan soomaaliya ciid soomaaliyeed cagaa lasoo dhiga ma aha reer wax lala cuni karana maaha sabit waa wadani wareersanoo soomaaliya hadoolaata ku ayara ma rabto waxaan liqniya waxaan rognaa rabnaa
ragga doorka kale ka yimid siyaasadda waa laga saara weeda buul baa la dhiba. Xitaa ciidamaha waxay joogeen garilay joogay eelwaaq joogay dheeblay joogay gobolka kale ka yimid gaabigoodana waa la rabsay waa qubi iyagoo lugaynaya dabaqyo qoryaha karanaya naloo soo sawiri jiray. Maalinkaasa asaan iyo loo bixiyay in cabdishiid cali sharmaakana karlalah waxa la dhuxuu ku saxiixay gandina kenya u saxiixo kenya wuxuu aa dulaaday haddana brofesor weeye wuxuu nala socdaa xasan sheekh marka hawshu halkaas weeye faanoole fara kama qodna soomaaliya xaalkeedu ma dhowa kenya waxay la harsan lahdeen waloyan lahdeen waa saxiixii asaaniya waxay hadda qadxaawa u tuuriyeynaysaa waa saxiixii asaaniya marka soomaaliya weeq af baan ku dhihi lahaa anugu saasaan dhihi lahaa saasaanila wallaahi wax kale dhaysaan ilaah baa ku dhaartay waa asaaniya waxa kenya la joogi lahda waana leesigii waana leegasigii iyo saxiixii iyo oohintii iyo muxuu ahaa xoolihii la kala curay xoolihii la kala curay xoolihii waa laysa siiya waxaan moogta xoolaha la kala curay waxaan dadku markay dhimanayaan markii maxaa la darta arrinkii laga qoray huurkiyaata adi kenyaata baaaaaandi baa fuliyey cabdirahiir cali sharmaakaan fi cabdirahir cali sharmaakaan mutacalin aada le waa kristiyaanta walaal garofisornimada soomaaliya na maanta garofisornimada soomaaliya wax dhibaata wax badan baa kasoo noqday qofku intuuba ku meeraysanay qofku intuuba ku meeraysanaya reehebel ninka soomaaliga aqoontiisa iska dhignaan meel iska dhig war corona virus baan furan nugu haya noo soo duceeya barbisinkeeda may fahmaysaa marka nimankakan muxuu ahaa maxamuud saleymaan saasaa loo sixiya asaariya marka mareexaan bay u dhimata sifiaa oo gobolka jubbooyinka iyaga awoodul awoodooda halaway bay u dhimata ma anigaa anaa lay dhalo waxay kulmis iyadoo la dhegaysanaya anigu kusoo garaamsaday moogta waa jirta waxoogaa xaruura waa jira iyo waxyaaba la kala tabanayo kabanka loo garaacayo reer kablalax hadduu jiro wiilashii ogaada ol maxaa looga dhiibaya puntland ee loo ganacsada ayaa kabanka marba dhici rabaa loo tumaya mala waalinina iska da de wixi waa siyaasad maalinba dhinacdaya loo wax dhaba maaha wax jira maaha facti maaha waxay ka neefsan waayeen oo gabro inay la seexdaan baday waa buudland haddayay uhaqeynayaan buudland markaas waad u dhamaysay ayagu inaysan wax caqliya lahayn iyo wax talaabahbaad meesha kusoo gabagabaysay abaan ku dhaartay labadaa madaxweyne yay cilmi lahaan yay mutacalimiin noqon maya xasan sheekh cilmi waa leeyahay shaako ninkaa garana ehludiin waaye walaal labadaa cilmi midna midig maadiyuu leeyahay xasan sheekh labadaba waa leeyahay cadkarna waa yaaye hankiisaa gaaban runta haddaa rabto wallaahi bilaa tallaahi xasan sheekh cirkiisaa yar hankiisa fishinkiisaa gaaban ee labada cilmiba waa leeyahay diintana waa yaqaanaa maadi iyo diini labada xasan sheekh waa yaqaanaa ninka xoogaa yar dee diinta keliya lagu taxaglinayo oon maadiga soo dhigan sheekh shariif buu ahaa laakiin xasan sheekh labadaba waa yaqaanaa ee laakiin hankiisaa gaabnaa meesha ka fakeraya wax deeqaa gaabnaa waxaa dhulka la jaray waa buudland asagoo taagan labaduba iyagoo taagan baayaa garowal yaa garowa sharaya lwaasiinayd oo iyagu qoranay walaal waxaa la yaabay nimankaaba sidii loo dulgalay waa ogeyn naa nimankaa la yaabin kuwa baada sida lagu hayay iyo sidii lagu loo galay waad ogeydeen wa nimankaa nimankaa iyo lacagaha dulka kusii hayay ma ogeyn nimanku qolaba buu waa gelgeleen maayaga keligood ma ahan nimankaa waa ku dayeen nimankaa lakin qolaa lagu dayeen ma of course waxaa lagu dhayaad waa adiaad waa ku dayeen marka hadda caruurtii waxaa looga ragmaday hadda garow watuubay maraysaa garowle aqooleysa hadduu la soo fadhiista garow watu ha deerta waxaad garata waa baaska horta herta hadda aan kuu sheegayo horta waa ku nasinayaa hadda kow dheh gambadayda iga gambadaadaan kaaga fuqay sidaas iyo waa mahadsan tahay leenka kasaga soo noqo waa macsar markana wada hadli doonaa insha allah waa markaas haddaa diinaynaa khayr badan baan kaaga keenay shacnuuni ay soo dhawo walaal markale soo dhawo anugu marna asxaab u samayn maayo wallaahi fakta baan uga dhigay inaan asxaab u samayna nimankii gabra la horday iyo kuwii badda saxiiy kuwii gabdhaa kalay midna weynayaa la saaxiba iyo gaabanaa insha allah insha allah
أي خير بدل ما كأجت السلام عليكم. السلام عليكم. فاسين ولاشين البرنامج كنا بس يدديه لسا هاي صور وهذا واحد هو بيمسلا فهمنا سومالي أنا فهمنا كل يوم أنا فهمنا وباهنا هاي أنا تقول أنا أنا أيا أقول الله يلاي بوب جاي أنا بقولان ده راح ما حدنا ما أرتا ديار وأخرادات كذا إنا شو يوم إحنا نقول سحلها ونلاقو من إنا سلق هذا النق وعلى كل حاجة يا قبيلة ولا كل أولي ولا قف في عيني هاي أبي سأقول لك سوالفه مركا يا صور ولا ما أنت نحب السؤال هذا ولا يا رب مركا مهما تقول واحد تاعي دستور تجري يدل على وسوء أبابولين أيام ما أرتا إن الوقت يعني وقت جازنا دت كلف جاي ومع أدو واحد أمي أنت واحد سألك أمي مهما دو هاي ما قرتي وقفل بقى سوى كيس كيس وحي سكتشنا وأمي سوى على هذا هذا النص هالشين وإذا واحد وأكون جايين كل سؤال إذا سألت دت كل سوي ما دين تعال سوى كيرا يبان هاي آياتنا معها حديثنا معها وحي قردنا والله سفينا يا والله بدلية إذ إذ كفل اللي بدلنا ما تشوفتو إذ إذ كوحليرنا ما تشوفتو سومالي داد سموي داد اسكو ميدوي داد اسكو باية داد اسكو قرشانوي مركع خوف والله حلا كله هره لي كرا ديورت ما أنت مالو موقفة وثقة عن سرهي كرتا لكن أغو ما أنت هداك البريب وكاك عن سرهي كرا ما أنت هداك ريج تاي بريب الفقر اللي غو كرتا وحو أدوني كي عالم كاي واسكن نورمال مركو حال الله اللي دورت وحال ودي ساعة مقارنة واح بيسة ومدة دن أنفع له وإلى نقطة واح قرأوا محل تدش أصالي واح قرأوا حان سديت هاي دستورنا من نقطة قرأت لهم من عشرين كرة لهم وضع لقمة كرة واح نقطة سواء واح لازم يها إلى نقطة دي بيا دافوا واح لازم يها وين النقطة وين ما قرأت الدست بالك أنا ليا إيش لينكي مارت كهلا ينو حركة شو بلانا هو كهلا يا دستور كم دورت كسر حد قدرتي دستور كاس أن هذا الشعب الصومالي ديار برنا الواحد قد به لطوره لطوره خشن تراش اللي قدره ما هي يا دستور صومالي قدرنا يا معهم أديك وتشوف بالله وحو كعبي دولة قورية كان يا الحرير الله اللي هاي أساحب تنوى الله سعيحة طي تلكي وضو سعيحة يسا إنت على توسي قل لسا ديار دي عديك كاك على توس والناس هدون توتك يسا تعد دلبا تاي قول ودن كمي ده ما تيد تعام ندام كاكالك تي وأمت سوامي كله فجيسي وأولاً دم أهل سوامي سد الدرادات كوا على طورة يا إسكان النوبة هدي له فرجشين ما هن مرحنا ولا سكرينيا مع الله على سبوت ريا سكستوا الله هذا تذكر سوامي ما أنت سعدود بيكوتر تاع سعلين بيكوتر تاع سكستوا لسكو سعلين كلا لسكو سعلينيا دولة ده حتى شوكتنا ما دحيه ده هرعه إلى هاي هحفديو إذا ما شرفت له المار النوب اسمه إلى هاي هكرعميو أيها النوبة كين فلان كيا يتوه كستوا إزواشة سومالي روحان كل در دارمية سياسة إثيوبيا ما أنت إنت ولا قنتها وعي حال در أيوة إذا فدين أنك فايدة شنو سومالي يتحلق فايدة ما أنت نك كوكب بين هيا ويلاش يحقو در كها أو سومالي قلبيت أو محيطي دولة دي ده هو باب بعضي باب مرتا شفت أها أو كوي مرتا يدرع فكوي إنت إثيوبيا كم هيرو أها نك هذا بهذا كوه مية ولا يا مل مليسي كم فجأة ما تجوع تتر واحد حلك هام كمان وفجأة أنت حد أسوق كوك قيانت هاي أسوق حتى نظام كيس كذا ده سين هاي أو دورة سوق كتيره هل غير فائدة شو؟ أو سو دورة السوالي هك فائدة سو هك فائدة ستاعي هك سيف فائدة شو تو؟ أو ما رتاع إذا ما ده نراسي بديو أو حدودها هنا أصوح حرنو أو ما رتاع من عسك سام التوجد على سوء رشيد ماركني من كاس إثيوبيا وإثيوبيا عفك دونا هكو حضر عدي دونا هك بسطو وأنا أسكت لنا أسكت صار معهم كذا فايل السنة حل لقان أو نبضون كأسكت لقى هيو وأسكت ولا فتجي سكر داسني هاي أو دور شوي كوسو فول يهين أو ساعة كوت تاجني أو كوس ملجار كوي هاي وأنا نكفايل السنة هذا نصوم علينا هاي وأنا دم سكو صوم قلنا وأنا ما رتاع من نم موجنا وأنا تناسل موجنا وأنا على شو شغل استياشة يعني ما كم رتاع تقرأ فكر كده كوع ذيقة ولنا لا تاجن أنا سك قبرنا وأنا أسكت صارنا ويلس دم تاجو كسوها ويلاس إنه كرة يدبر تاجر مارت محمد سيديو إيه محيطه أحمد محمد سلانيو نما كاسو أحمد محمد سلاني دبر تاجر وكسو هرا وركسو هرا اللي يبدو عليه يعني كسو هرا وقولي إنه كسو النقطة ودول نما إنه كسو النقطة وقارقة على وكوتشي دي قارقة على وكوتشي دي إك قولي ودك إنه كسو لافت يدكين أنت أصلا مركل كسي در دار ميا دستورنا وكيم سومالي وحترام بعد دستورنا قرية كي من نبغى إلالية دستورة كي إسكو كاي سو أروريا نو دستورة كي إسكو كاي علينا يا نو دستورة
تاسعنا نوب بلنا وحي انت انا كادرية يا مدكي انك لتشيذنية يا مدكي مدول الدولات كاليقة هيا والفين حقول الدولات دولات 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 مامور قوالات حتى مدى هيا وادو مامور مامور كاسم الدولات دهو سال لغا حكومة او نحي او سوماليا اصابوا في عمسين تكيان لغا حكومة ما لغا حكومة يو نيكا وحا عمسين او تكريق النظام كسوكو شقينا يو واليسكا كني علمي وانا الميل بانا الانتصارية خران الله سبحانه يا سوماليا هقول ايستو هم دودو هاي سرعة خرا الله سبحانه يا نبض يا نور هقول ايستو إلهي إذا كوا قول ايستو هقول ايستو أرض قام وا قول ايستو هقول ايستو أسوق دعاء وا كتيرة إن كستون سوريا أنا نبعي أو سوريا أي أي قال افتقد الدولة في عن أو مال كي سوماليا اتشبت في سنة عن كف أوفا سعر إتنا الأباب كمان اللي هو بعد سنة هاي ما أنت فرم لكن من كان معي اللي يرادو أنا أرض قام وقرب كيسان تاغنا دعاء يدون كقول سنة يا بإذن الله كريم وكقول سنة وأنا كقول سنة يا بإذن الله كريم أيها الله أنا كلا قوتيو مسلم كلا الله كلا قوتيو تركيا يا سوريا الله كلا قوتيو ده قال كود بيقا ونحن وضع الله بيقو سو مسلم كلا الله قوي سوماليا الله بيقو الله قويو ساسا من كجسي تغيا وولاشي الهمد عبد السيار واشتون نوسو الدعية بحال كي فارس كهما مغادة نقصة هي بل نوسو الدعية هدي أو حي قتب التالي تكي عفية نفت ملبت التفارس كان كوي كرتبها بسوعتين يسوع عفية وانا عفية المساحة بيقتهم دقال يا وحشيك بيقتهي من دماء يسوع علم بيقتهي برابي شم بيقتهي عند وحكها اللي ملهم مركز ساكو سوء الواقع ساسا مارت اسكو اقناي سوماري حمد ودو الهين دولت دينا حقوية تدمكينا الله مدايو قلوبتينا الله اسكو سوء هكاتي وانتو وناكسن حنتينا الله كلا الدبارو ساسا اسكو اقناي وهند عبد السيارة واشتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.